مساء الخير أعزائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. وكل سبت، وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم، ورمضان يجمعنا في الصحة والجمال في برنامجكم دنيا الاحتراف. طبعا النهاردة شكل حصري بالنسبة عودة الدوري على مستوى أوروبا. النهاردة ألمانيا بالفعل كان في مباريات النهاردة اتلعبت اتنين، وحصري لبرنامج دنيا الاحتراف بالنسبة لإيطاليا تعلن رسميا 22/5 أول افتتاح المباريات بالنسبة للدوري الإيطالي، وأيضا بالنسبة لإنجلترا عودة الدوري يوم 13/6، وأسبانيا وأيضا تركيا، وعندك جورجيا. يعني إن شاء الله بإذن الله في افتتاح كبير جدا بالنسبة لأوروبا بشكل كبير جدا، عودة النشاط الرياضي وعودة الدوري الأوروبي. هل يا ترى مصر هيكون وفقا للاجتماع غدا؟ ان شاء الله باذن الله انا بقول اهوت وعلني وحصري، علشان في بعض البرامج الرياضيه قالت ان هيكون لا الغاء، وفي ناس برضك اتكلمت على انه في الغاء دوري، وبقول اهو من برنامجكم دنيا الاحتراف والاجتماع بكره ان شاء الله لجنه الخماسيه في مؤتمر صحفي، وبقول اهو علني ان شاء الله باذن الله عوده النشاط الرياضي علشان لاسباب كتيره جدا 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 نعلم جيدا ايه هي الاسباب، وان شاء الله باذن الله هيكون عودا حميدا، وان شاء الله باذن الله النشاط الرياضي يرجع مره اخرى. ولكن بقى نقول وتفاصيل كتيره وهنسمعها النهارده في مستجدات الكره المصريه مع نجومنا الكبار والعظماء في كره القدم، كابتن محمود درويش مدير القطاع براعم وناشئين في نادي النصر للتعدين. اهلا بك يا ابو كباتن. اهلا وسهلا بك يا استاذ محمد، نورتنا. ربنا يخليك، كل سنه طيب ورمضان كريم. الله اكرم. طبعا في المقابل كابتن ياسر حسن مدير اكاديميه نجوم مصر. اهلا بيك. اهلا بيك يا ابو كباتن، نورتنا من الفيوم راسا الى 6 اكتوبر. اهلا بيك يا استاذ محمد، تشرفت بيك طبعا وباسره البرنامج. بتمنى ان شاء الله تكون حلقه خفيفه يعني، ونكون ضيوف لطاف كده وخفاف عليكم ان شاء الله باذن الله. طبعا الموهبه الفذه الكبيره لنجم الفيوم كابتن ادم الجيوش. اهلا بك يا ابو كباتن. اهلا بيك كابتن ادم. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. من اولها كده هتنام معانا ولا ايه؟ رمضان كريم. الله اكبر. ربنا يخليك. طبعا هبدا بقى طبعا بكابتن ياسر، بعد اذنك كابتن محمود. اتفضل يا كابتن. عشان بقى معاه طبعا موهبه. اتفضل. كابتن ياسر، بالنسبه لنجوم مصر، اكاديميه نجوم مصر، وانت طبعا مدير الاكاديميه. تمام. قلنا نبذه عن اكاديميه نجوم مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا في اكاديميه نجوم مصر عايزين نقدم جيل جديد للكره المصريه. عندنا براعم وناشئين شغالين عليهم بشكل محترف بشكل كويس، عايزين نطلع جيل جديد بقى للكرة المصرية متربي على أسس تدريبية محترفة. عندنا الحمد لله مواهب كتيرة، منهم آدم، وفي مواهب كتير غير آدم. بتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. في لعيبة كتير جاية لها أندية الحمد لله. هو موضوع بس كورونا اللي عطل الدنيا شوية، إن شاء الله نبتدي نرجع تاني. شفنا الدوريات رجعت تاني النهاردة. عايزين النشاط يرجع في مصر ونبتدي نشتغل بقى ونرجع تاني الحياة الطبيعية بتاعتنا إن شاء الله يا رب العالمين إن شاء الله. بالنسبة للنجم الموهبة الكبير، أنت وليك كام الأول؟ عندك كام سنة؟ 2007. بتلعب مركزك إيه في الملعب؟ بلعب هاف ليفت. طيب انت تحب تكون زي مين مثلا بالنسبه لنجوم العالم ونجوم اوروبا؟ احب اكون زي نيمار. ايه؟ نيمار. نيمار. والله انا داخل على تقيل بقى شكلك كده. طب هنا في مصر؟ هنا في مصر تريزيجيه. هايل 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 هايل. هو بيلعب في نفس المركز، هاف رايت وهاف ليفت. ان شاء الله ادم عنده موهبه كبيره جدا وهيكون نجم مصر القادم ان شاء الله باذن الله. ما شاء الله بيلعب برجليه الاثنين، حاجه كويسه قوي، وعندنا مواهب كتير أكيد. غير ادم ان شاء الله اكيد. طب هنطلع فاصل بسيط جدا ونرجع لكم مره اخرى. طبعا ورجعنا مره اخرى بعد التقرير او بعد الفاصل. نرجع لادم عشان كان الحديث معاه. كابتن ادم، انت طبعا اتكلمت عن ان انت تحلم ان انت عاوز تكون زي نيمار. هنا في مصر بقى عاوز تكون زي مين؟ تريزيجيه. تريزيجيه؟ ليه بقى تريزيجيه؟ هو لا محترف واحترام. هايل. انا بحبه عشان كده بس كده. طب مين تاني غير تريزيجيه؟ محمد صلاح.
محمد صلاح. طب محمد صلاح اصلا بيلعب في ليفربول؟ لا هنا في مصر بقى. هنا في مصر؟ اه. وتريزيجيه برضك كان بيلعب برضك في تركيا. وحاليا دلوقتي بيلعب في انجلترا. هنا علي معلول. علي معلول. ده داخل على تقيل قوي 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 قوي. ماشي. كابتن محمود. اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير يا حبيبي. اخبار نصر التعدين ايه؟ ان شاء الله بس يرجع نشاطه وان شاء الله نرجع نشتغل تاني وربنا يكرم باذن الله. انت شايف حاليا ان بالنسبه للدول دول اوروبا والنشاط بتاعها رجع والنهارده كانت المانيا. انت شايف دي وشه خير ان الدوري بتاعنا مصر يرجع؟ اكيد طبعا. بس يرجع بحسابات. حسابات ازاي؟ ان احنا نامن لاعبتنا، نامن ملاعبنا، ملاعبنا تبقى نظيفه، يبقى في رعايه صحيه. ما فيش مشكله انها ترجع لان في مدربين كتير قوي كمان، يعني ياخدنا الكلام ان في مدربين دلوقتي مصدر رزقهم هو الكوره، قاعدين بقى لهم 3 شهور في بيوتهم، طب هيصرفوا منين؟ لكن انت لو طولت الفتره او جمدت النشاط زي ما كان بيتقال امبارح واول امبارح، يبقى انت كده فعلا بتخرب بيوت ناس مصدر رزقها هي الكوره. عشان كده قلت حصري لبرنامج دون الاحتراف ان شاء الله عوده النشاط الرياضي. النشاط الرياضي تمام. ما في تونس قالت لك هنرجع النشاط الرياضي، المغرب قالوا ان احنا هنرجع النشاط الرياضي، والحكومه متكفله بانتقالات اللاعبين والمدربين والحكام، كل ده دوله زي المغرب هتعمله. في فرنسا لغوا النشاط وقال لك باريس سان جيرمان بطل الدوري، لكن في اسبانيا الدوري راجع، في انجلترا الدوري راجع. طب احنا ليه الدوري ما رجعش عندنا؟ احنا برضو زي ما قلت قبل كده، وعندي برضو مبادره بقدمها المره الثانيه، انا قبل كده قلت ان احنا ممكن نرجع نستأنف الدوري في مكان واحد. دلوقتي عندنا القريه الاولمبيه في اسوان. اكيد القريه الاولمبيه في اسوان ممكن تبقى متجهزه وفيها ملاعب ونلعب ماتشات الدوري. احنا عندنا الدوري في مصر بيتلعب من غير جمهور، فمفيش مشكله يبقى حضور او مش حضور، لا عندنا اكتر من ملعب وممكن نلعب اكتر مباراه في وقت واحد. يعني ممكن الاهلي يلعب المباراه بتاعته، الزمالك يلعب، الاسماعيلي يلعب، الجونه تلعب، ممكن نلعب 4 ماتشات في يوم. لو احنا لعبنا 3 ايام ورا بعض النهارده الدوري كان ماشي ازاي؟ 3 فرق تلعب وكل 3 ايام تلعب، تلعب وكل 3 ايام تلعب، فمفيش اي مشكله ان النشاط يرجع تاني والكره ترجع تاني. اتمنى والناس تشوف اكل عيشها ان شاء الله. عندك بقى هناك بالنسبه لجون مصر، انت بتعمل ايه بالنسبه للعيبه عندك في الفتره اللي احنا فتره الراحه؟ احنا شغالين معاهم، عاملين جروب للاكاديميه، بتابع اللعيبه كل يوم، كل لاعب بينزل فيديو على الجروب بيتمرن ازاي، بنزل لهم حصص تدريبيه على الجروب، بيبتدي اللاعب يشتغل في البيت. الحمد لله ماشيين معاهم كويس، واللعيبه الحمد لله ملتزمه، وان شاء الله النشاط يرجع. اللعيبه عندها حماس كبير قوي ان النشاط يرجع تاني، ونبتدي نشتغل ان شاء الله. نتمنى ان النشاط يرجع في اقرب وقت. طبعا انت الفترة الحالية ديت انت تتوقع ممكن عودة النشاط ترجع مرة أخرى؟ إن شاء الله. أنا أكيد. بتمنى إن شاء الله. وأنت يا آدم ها تحب عودة النشاط يرجع تاني وتلعب كورة ولا عاوز تقعد في البيت؟ لا عايز ألعب كورة. عاوز تلعب كورة؟ آه. أكيد؟ أكيد. طيب كابتن ياسر أنت دلوقتي إيه التعليمات اللي أنت أو الكورسات اللي أنت بتديها للعيبة بتاعتك؟ أتمنى يا أستاذ سامح لو سمحت لو في صور لأكاديمية نجوم مصر تنزل. التعليمات اللي إحنا بنقولها طبعا عدم الخروج بالبيت. التمرين كله في البيت، بندي الحصص التدريبيه بتنزل على الجروب، اللاعب بيبتدي يشتغل في البيت. لازم طبعا احنا بنحافظ على اولادنا قبل اي حاجه، مش هنفرح بالتمرين وانه اللاعب ينزل الشارع، لا احنا بنعلمه الالتزام قبل اي شيء، لازم يلتزم بالتعليمات اللي بتتقال له بحرف الواحد. لازم يشتغل في البيت. الحمد لله اللعيبه كلها مستجابه، اللعيبه عندها حماس ان هي ترجع تلعب تاني، حسوا فعلا بقيمه الكوره دلوقتي. الحمد لله ربنا يسهل. الاكاديميه هيبقى لها قد ايه؟ كام سنه؟ احنا بدانا في 2019 لسه يعني بالظبط سنه. الحمد لله قدرنا اشتركنا في دوري الاكاديميات، كانت اول بطوله نشترك فيها، خدنا دوري الاكاديميات. طالع من عندنا لعيبه كتير جدا، كان في عندنا لعيبه انديه بتتكلم عليها منهم ادم، المقاولين ودجله كانوا عايزينه. عندنا زياد احمد يونس لعيب كارثه، لعيب كويس جدا، لعيب صانع العاب من اللعيبه الحريفه اللي مش موجوده دلوقتي. يعني عندنا حتى عبد الله السعيد موجود دلوقتي صانع العاب بس مش حريف، مش اللعيب اللي بيعدي من 1 و2، لعيب بيلعب السهل الممتنع. بس عندنا زياد عنده الحته اللي هي بتاعت حازم امام، حته المهاره دي موجوده مع السرعه، مع ازاي شايف الملعب كويس، الملعب كله بيلف حواليه، شايف الملعب كويس ما شاء الله عليه. عندنا لعيبه كتير كويسه جدا، عندنا لعيب راس حربه، انا شايف ده هيبقى مستقبل مصر ان شاء الله. عندنا المكان ده قليل جدا، ابتدى مصطفى محمد يخش شويه في الزمالك، ما كانش فيه، قعدنا فتره طويله ما فيش راس حربه للمنتخب، شفنا لعيبه كتير دخلت وما خدتش فرصه او ما قدمتش المطلوب. اكيد ابتدى مصطفى محمد. عندنا احمد عبد الله ده
في عمرو زكي مع حته الـ يعني فرويد هداف مهاري سريع جدا ما شاء الله هيبقى حاجه كويسه. عندنا باك ليفت احمد ناصر هايل، عندنا احمد مكي باك رايت ما شاء الله عليه، عندنا حراس مرمى على اعلى مستوى. لسه في لاعب لسه طالع من عندنا حارس مرمى راح افريكا سبورت. افريكا سبورت ما شاء الله عليه. مادة حارس ما شاء الله عليه هيبقى يعني حاجه كويسه جدا. الزمالك والاهلي اتكلموا عليه في ماتش كان بيلعب دوري منطقه القاهره. الزمالك والاهلي بيتكلموا عليه حاجه كويسه جدا. عندنا محمد مسمي نفسه 19 انت سنه عملت الحمد لله كمكملي. الحمد لله معانا مدربين شغالين على مستوى عالي جدا حاطين لكل مرحله سنيه مدرب. وعندنا الحمد لله ابتدينا نشتغل بشكل احترافي كويس. معانا مدربين خبره على اعلى مستوى، كابتن حسن علي قيمه كبيره جدا في التدريب وقيمه كبيره جدا كلاعب في وقت من الاوقات الاهلي كان عايزه وكان بيتكلم عليه لظروف ما راحش، بس كان متالق جدا. كابتن حمدي بيكي، كابتن عماد حسان شاب لسه مبطل كوره من قريب بس هيبقى حاجه كبيره جدا في التدريب ان شاء الله بتمنى له كل التوفيق، ربنا يوفقه ان شاء الله. كابتن ادم عشان بس هيكون في تقرير مهم جدا لنجوم مصر، انت دلوقتي لو جالك عرض تروح نادي مصر المقاصه ولا نادي الاهلي تحب تقول ايه؟ ها سريعا. اروح النادي الاهلي. الاهلي مصر المقاصه لا، وحتى في الفيوم لا. الفيوم هو مصر المقاصه في الفيوم برضه؟ لا هو شرف ليا ان انا في الفيوم بس الله. انا عايزه ألعب في الأهلي. طيب يا جماعة معانا طبعا تقرير مهم جدا ونرجع لكم مرة أخرى. طبعا شفنا التقرير وشفنا نجوم مصر بتعمل ايه، طبعا يعني حاجه لوحه شرف، لوحه انا بقول عليها فعلا حاجه كده يعني نقول عوده الزمن الجميل. نشوف نجوم المستقبل، نجوم مصر كانت قدمت احلى هديه للكره المصريه. كابتن ياسر انت شفت التقرير وشفت طبعا نجوم مصر، ايه الرساله ممكن توجهها ليهم؟ انا بشكرهم على الفتره اللي فاتت وان شاء الله نبدا النشاط ونبتدي بقى الحياه من اول وجديد ونبتدي نرجع للكوره بقى، ووعد ان شاء الله ليهم ان احنا نقدم كوره جميله وكوره كويسه ونبتدي نرجع بقى ان شاء الله هنشترك في دوري منطقه القاهره باذن الله السنه دي. في حاجات كتير كويسه الاكاديميه محضرينها، شغالين كويس المدربين كلهم شغالين الفتره دي، بنبتدي نحضر لعوده النشاط ان شاء الله في اقرب وقت. عاوز تنافس؟ ان شاء الله ان شاء الله اكيد ان شاء الله باذن الله باذن الله. اي ممكن اللي يعتبر الصعاب اللي انت ممكن توجهها عندكم في منطقه الفيوم؟ انا بس عايز اقول لاولياء الامور رساله صغيره. كل اولياء الامور يا ريت تشتغل حاجه واحده بس، ولي امر. ما تشتغلش، ما تحاولش تشتغل مدرب، ما تحاولش تشتغل، حاول تشتغل ولي امر بس، اشتغل على ابنك في البيت،
انه اشتغل عليه حته الالتزام، ان انت ولي امره ازاي يلتزم. يا ريت ما تتدخلش في حته الكوره لان انت بتشتته، ازاي هيسمع كلام مدربه ولا هيسمع كلامك. خليك في حته بتاعتك اللي هي حته ولي الامر. ما تشتتش اللاعب، لان في لعيبه كتير جدا ولي امره لا اعمل كده، لا ما عملتش دي ليه، طب لا انت لازم تعدي تشوت، لازم مش عارف ايه. حته التدريب دي سيبها للمدرب، سيبها للمختص. فدي رسالتي لاولياء الامور، طبعا هم على راسنا من فوق، وبنشكرهم على تعبهم مع اللعيبه طبعا، بس دي رساله صغيره ليهم. وبقول للعيبه ان شاء الله النشاط راجع قريب باذن الله. دوجه رساله ايه لكل بقى اللي بيشوفك حاليا وعاوز يكون في مكانك؟ في مكاني احب اشكرهم ان هم بيتفرجوا عليا دلوقتي. وايه تاني؟ بس. وبتقول رساله لبابا وماما؟ اقول لهم شكرا ان هم وصلوا لي ان انا اقعد هنا. ها؟ ما تلعبش في نجوم مصر يعني؟ قاعد انا على الكرسي يعني؟ طيب. طبعا يا ادم احنا طبعا فخورين بيك بصراحه، يعني بامانه انت راجل موهبه، وانا طبعا دي شهاده الجميع، بيقولوا عليك موهبه ان شاء الله باذن الله كرويه كبيره هتبقى في مصر ان شاء الله. اتمنى هذا ان شاء الله. دي بتشهد طبعا كابتن ياسر ان شاء الله. كابتن محمود اتفضل. ايه رايك بقى عوده النشاط الرياضي؟ نشوف بقى بكره في ايه. قول لنا بقى، انا عارف ان انت عندك حاجه كده عاوز تصلحها لنا، ايه بقى الزبد اللي انت عاوز تدهنا بكره؟ هو بكره ان شاء الله في اجتماع لجنة الخماسيه، وقبله هيسبقوا في اجتماع ما بين الوزير وزير الشباب ووزيره الصحه، على اساس هيحطوا نقط ازاي النشاط الرياضي يرجع، يعني يرجع بالتدريج بخطوات. انا واحد من الناس اتمنى ان النشاط الرياضي يرجع في اقرب فرصه، لان يا جماعه صعب جدا ان احنا نقفل ملاعب، صعب جدا ان احنا نوقف نشاط، صعب جدا ان يبقى في ناس مسؤولين عندهم بيوت مفتوحه من الكوره، ناس رزقها مصدر رزقها هي الكوره، حياتها الكوره، بيتها عايش من الكوره، اولادهم عايشين من الكوره، فحرام ان احنا نوقف رزق الناس دول ونقول لهم ايه استنوا شويه، كفايه 3 شهور نرجع بالتدريج. دلوقتي احنا كان الاول ايه خليك في البيت، لا دلوقتي بقول لك ايه احمي نفسك احمي اسرتك. طيب تمام، انا هنزل الملعب واعرف احمي نفسي كويس قوي واعرف احمي اسرتي كويس قوي. طب في ناس بيقولوا بقى انت النقابه ممكن هي اللي تديك الدعم وتفتح المصدر الرزق، والنقابه والنقابه والنقابه، عشان في كان في ناس مدربين كبيره قوي قالت احنا مدربين ولكن النقابه ممكن تصرف علينا، الكلام ده صح ولا غلط؟ النقابه حضرتك اي نقابه في جمهوريه مصر العربيه بتدي 250 جنيه في الشهر. تعالى على مسؤوليتك الشخصيه. على مسؤوليتي الشخصيه النقابه بتدي 250 جنيه في الشهر لكل مدرب. تعالى النهارده اهو كابتن ياسر يشهد بكده بالكلام ده، كنا بنتكلم قبل الهوا ازاي 250 جنيه ممكن يفتحوا بيت يا كابتن. على بص يعني ال 250 جنيه اقل، بص البيت البسيط قوي يكفوه 3 4 ايام. طب تعالى في بيت بيصرف 150 جنيه وبيت بيصرف 200 جنيه، يبقى ان شاء الله ال 250 جنيه دول اعمل بيهم ايه؟ اكل ولادي يومين واقعدهم 28 يوم لحد ما تجيني الاعلان ال 250 جنيه التانيين. يا جماعه لا، الكوره او الرياضه بمعنى اصح ما بتجيبش امراض، ما بتتعبش الناس، بالعكس احنا بنشجع على الرياضه عشان الشباب بدل ما يقف والولاد بدل ما يقعدوا في البيت او بدل ما يقعدوا على الناصيه او يقفوا على الناصيه او يلعبوا في الشارع، والشباب اللي من سن 17 و18 يقعد على القهوه، لا طب ما يروح النادي، يروح الاكاديميه، يروح صاله الجيم، كل دي حاجات احنا عايزينها ترجع تاني عشان نحافظ على الشباب ونحافظ على صحتهم. طب كان في اجتماع من كام يوم بالدكتور اشرف صبحي ودكتوره هاله زايد. وقالت لا عوده الغاء عوده النشاط الرياضي، وتصممت ان لا او لا او لا او لا. وبكره في اللجنه الخماسيه، في قرارات متضاربه، انا شايف ان في تضارب في الاخبار. ترشح ايه واني واحد ممكن النهارده كلمته تبقى هي العاليه؟ وزيره الصحه. بكره في اجتماع لجنه خماسيه، وفي اجتماع دكتور اشرف صبحي وزير الشباب، والدكتوره هلا زياد وزيره الصحه. لكن انا بقول لك على مسؤوليتي الشخصيه، الكلام اللي هيمشي كلام وزيره الصحه. وزيره الصحه لو قالت ان في نشاط رياضي يرجع تدريجيا هيرجع، لو قالت لا عشان المرض، وزي ما احنا بنسمع على طول يقول لك ان الكورونا احنا عندنا المؤشر بيرتفع، كل يوم في اصابات تمام. كل يوم في اصابات، لكن كلام في دوريات اصلا رجعت، في دوريات رجعت. بص احنا خلينا نتكلم بقى بشكل واقعي، عندك اهو ايطاليا وعندك اسبانيا وعندك انجلترا وعندك تركيا وعندك جورجيا، كلهم راجعين وكلهم هيلعبوا. نتكلم بشكل واقعي اتفضل، ونتكلم بشكل علمي. الناس دي امنت نفسها كويس قوي قوي، الناس دي سمعت الكلام اقعد في البيت، قعدوا في البيت اسبوع واثنين وثلاثه واربعه. لكن انت تعالى هنا عندنا في مصر، انا بغفل محمد عطيه وانزل الشارع، محمد عطيه بيغفلي بينزل الشارع، انزل المترو تلاقيه مليان، العتبه مليانه، المسكي مليان، الشوارع مليانه. انزل دلوقتي بعد الفطار في الاحياء الشعبيه تلاقي الشوارع مليانه والناس كان مولد النبي وشم النسيم. يبقى فين بقى؟ هنحافظ على نفسنا ازاي؟ نرجع نشاط ازاي؟
انا مش ضد ان النشاط يرجع على فكره، لا انا عايز النشاط يرجع، بس يرجع على اساس ان انا هخرج من بيتي عشان شغلي وعشان اكل عيشي وعشان ولادي، لكن في نفس الوقت برضو ايه ابقى عارف ان انا رايح المكان ده فعلا في تعقيم، في وسائل امان. هي طب نخش بقى على الحوار الثاني، وهو بقى طبعا الترند الموجود دلوقتي بالنسبه لملف الاهلي ونادي الزمالك، ويكون بيطالب بيه ان هو يكون نادي القرن. رايك ايه في الكلام ده؟ والله هو الموضوع متاخر جدا بالنسبه لنادي الزمالك، فتره طويله جدا عشان تقدم دلوقتي، ما يكون في المحكمه الدوليه. تمام. انا شايف ان الموضوع يعني واخد وقت كتير جدا، واخد يعني كلام كتير على السوشيال ميديا. وانا شايف ان هو بصراحه متاخر قوي ان هو المطالبه باللقب ده متاخر قوي، يعني عايز تطالب بعوده اللقب كان من بدري شويه. كان في لوائح كانت حطاها الفيفا والاتحاد الافريقي، بناء عليه خد لقب القرن نادي الاهلي، مع ان نادي الزمالك كان في الوقت ده في الالفيه دي الزمالك كان عنده 9 القاب افريقيه، الاهلي كان 7. تمام. ولكن اتحسبت هو بالنقاط والبطولات؟ لا بالبطولات. ايوه. وفي نقاط، يعني الزمالك في الوقت ده كانوا بيدوا للمركز الاول 4 نقاط، المركز الثاني 3، الوصيف 3، ماشي، الثالث نقطه واحده. الزمالك في بطولتين السوبر، واخد بطولتين سوبر، اتحسبوا كل بطوله بنقطه واحده. الافرو اسيويه الاتحاد الافريقي ما اعترفش بيها وما حسبهاش، بناء عليه الزمالك النادي الاهلي خد بطل القاره. طيب في حاجه ثانيه مش عايزين نخش فيها، وفي المقابل ريال مدريد برضك هي خدت ايه من نقاط؟ خدت نادي القرن. تمام. طب اشمعنى بقى دي كويسه ودي وحشه؟ الناس بيقولوا كده، ده جماهير نادي الزمالك. تمام. اشمعنى بقى يعني ريال مدريد هو يعتبر سكر والزمالك وحش يعني، ولا ايه رايك يا كابتن محمود؟ لا هو في بطولتين الاتحاد الدولي ما حسبهمش، الافرو اسيوي خدهم نادي الزمالك موسمين ورا بعض افرو اسيوي. لو هنحسب بقى كنقط كان الاهلي 40 الزمالك 35، البطوله بتتحسب باربعه، يبقى الزمالك 8 بونت 35 و8 43، يبقى الزمالك بطل ايه؟ القرن، نادي القرن. طب هو ده سؤال على الشاشه الموجوده، هو على الشاشه يا جماعه، عشان برضك لو حد عاوز يعمل مداخلات اهلا وسهلا بيه طبعا ويشارك معانا في الحلقه. نكمل استاذ محمود على الكلام دوت، ان انت النهارده شايف فعلا الملف ده ممكن يستحق والمحكمه الدوليه ممكن تحكم، ولا ايه رايك ايه؟ هو برضو بص يعني عشان ايه ما نقعدش نتكلم كتير، الموضوع ده يعني من 20 سنه نادي الاهلي واخد نادي القرن من 20 سنه، لكن زي ما قلت لك لو هنرجع لا نادي الزمالك هو نادي القرن. لو نحسبها بطولات في التوقيت ده نادي الزمالك اعلى من الاهلي بطولات. في 2 زي ما قلت لك افرو اسيوي الزمالك واخدهم ما اتحسبوش، لو اتحسبوا يبقوا ب 8 بونت و35، كان الزمالك 35 والاهلي 40 وعشان تكتكوا 38. تمام. هو كابتن ياسر بيقول اهلي وانت بتقول زمالك. لا أنا صح ولا غلط؟ لا بص لا انا بقول زمالك. زمالك برضه في الوقت ده زمالك. بعدد النقاط الزمالك احق. بحاجات تانية بقى مش هينفع نتكلم فيها. بلاش نتكلم مش قصه حاجات تانية. مش قصه حاجات تانية يا كابتن ياسر. لا طلع بص القائمين على الاتحاد الافريقي في التوقيت ده جملوا النادي الاهلي وعلى مسؤوليتي الشخصيه بالظبط، مصطفى فهمي جامل النادي الاهلي، وبعد كده ابنه المرحوم جامل النادي الاهلي عمرو فهمي. مش مين شطه دلوقتي بيدعم نادي الزمالك؟ مين شطه ما تعرفش بقى ايه اللي جرى له، يمكن يكون عايز ياخد منصب في النادي الاهلي وما حصلش ان هو خد المنصب ده، فراح متجه على نادي الزمالك بقى لك روح لمرتضى منصور جبهته قويه فاشتغل مع مرتضى منصور. ده خبط ضرب نار يعني. لا مش ضرب نار ولا حاجه، انا بقول لك حقايق ان الزمالك فيه بطولتين افرو اسيوي حصل عليهم ب 8 بونت و35، انا بقول لك 43 على مسؤوليتي الشخصيه، الاهلي كان 40 عشان تكتكوا 38، تعال انت النهارده لو حسبتهم يبقى النادي الزمالك بطل القرن. تمام؟ تمام. لكن النادي الاهلي خد بطل القرن، كان محطوط لوائح وقوانين، كان بالنقاط الاهلي جاب 40 بونت، الزمالك 35، بطولات كان الزمالك اعلى من الاهلي ببطولتين. طبعا كل الكلام ده على مسؤوليتك الشخصيه. على مسؤوليتي الشخصيه. وطبعا احنا فاتحين التليفونات للجمهور. اللي عايز يتكلم يتكلم وانا هرد عليه، ارد عليه بص زي ما قلت لك، انا قلت لك الاهلي 40 عشان تكتكوا 38، الزمالك 35، ومستعد اجيب لك الجدول ده في يوم من الايام من 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 ملف الاتحاد الدولي. تمام. في بطولتين افرو اسيوي واخدهم الزمالك، واحده مع الكابتن عصام بهيج والثانيه مع كرولي. طيب نخش بقى في المرحله الثانيه، وهي طبعا شايف طبعا الترند الموجود الاخر وهو موضوع رامز مرموش الرسمي. طيب. وبعض اللعيبه بتاعت نادي الاهلي طلعت ونادي الزمالك النهارده في جدل بخصوص حلقه سيد عبد الحفيظ.
تمام. انت شايف الحلقه ممكن تتذاع وما تتذاعش؟ عشان في ضغط من النادي الاهلي ان ما يتذاعش الحلقه السيده هو فيها. نفوذ النادي الاهلي اقوى من رمز جلال فالحلقه مش هتتذاع. الكلام ده على مستواك الشخصيه؟ طب لو اتذاعت؟ ولو اتذاعت بقى يبقى النادي الاهلي هيعمل ايه؟ لا مشاكل كتير هتحصل. عشان ده مسؤول يعني قصدك؟ تمام، ما ينفعش مسؤول يحصل كده، يحصل معاه كده. انا عايز اقول لك حاجه، من جوه النادي الاهلي في مشاكل مع كابتن سيد عبد الحفيظ بسبب الموضوع ده. السوشيال ميديا دلوقتي عارف كل حاجه وكل حاجه بقت باينه. في حاجات من الحلقه نزلت على السوشيال ميديا الكابتن سيد عبد الحفيظ، فهتخبي ايه؟ صح، كل حاجه اتشاف، كل حاجه متشاف. فانا عايز اقول لك ده مسؤول. لو اي لاعب مفيش مشكله، مع علي معلول طلع، كهربا طلع، مفيش مشكله في اللاعب. اللاعب ده آله اعلانيه بالنسبه لاي نادي، ممكن يشتغل يعمل اعلان، مفيش مشكله، ده دخل للنادي ودخل للاعب. لكن كمسؤول في جوه النادي الاهلي ويطلع في برنامج ما ينفعش. ما ينفعش انا كمسؤول مدير كوره في النادي الاهلي او نادي الزمالك او نادي اف سي مصر، اي نادي، ما ينفعش ان انا ابقى مسؤول وانزل ايه اتحط بالزبط في برنامج ويتعمل عليا اللي بيحصل في البرنامج ده. تمام، اكيد. طب انت النهارده لو كان في مسؤول النهارده في نادي الزمالك لو طلع، كان ممكن المستشار مرتضى منصور يوقع عليه عقوبه ولا يقول له انت بره النادي؟ في وقتها سياده المستشار ما بيستناش على حاجه زي كده بره. هو وقع عقوبه على اللعيبه اللي هو اصلا قلق اعلانيه، مفيش مشكله انه يطلع في اي برنامج في اي اعلان، مفيش مشكله. عمل عقوبه على اللعيبه، على بن شرقي وعلى طارق حامد، 500,000 جنيه غرامه على كل لاعب. لو طلع مسؤول، اصل دي اهانه للمسؤول واهانه للنادي، ده رمز من رموز النادي ومسؤول في النادي، ما ينفعش انه يطلع يتهان بالشكل ده، انت بتهين النادي. انما اللاعب ده قلق اعلانيه عادي، مفيش مشكله. انت شايف اداره النادي الاهلي متواطئه ولا إدارة نادي الزمالك أحسن وأفضل بالنسبة للقرارات اللي ممكن تتاخد بشكل رسمي لو في أي حاجة حصلت بالنسبة للأجهزة الفنية اللي طلعت في برنامج توك شو؟ لا أنا بقول لك الحلقة أولا هتتذاع، ده أول حاجة. تاني حاجة أكيد يعني مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب أكيد هياخد قرار سيد عبد الحفيظ، وهيبقى قرار تعسفي كمان ضد سيد، يعني احتمال كبير قوي إن سيد يتشال ما يبقاش مدير الكورة. الكلام ده على مسؤوليتي الشخصية. على مسؤوليتي الشخصية، لأن أنت رمز من رموز النادي الأهلي وكنت لاعب منتخب مصر، تطلع تتهان وتتشقلب في الهواء وتنزل في الميه وتطلع عشان ايه؟ ما ينفعش. انت 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 دلوقتي راجل مسؤول، هل كابتن محمود الخطيب يرضى ان هو يروح في برنامج؟ اي حد من اعضاء مجلس الاداره يرضى يروح؟ نفس الكلام لنادي الزمالك، يستحيل. هو استاذن ولا ما استاذنش استاذ ابو حفيظ ليهم؟ ما اعتقد ان هو ما استاذنش، واعتقد ان حتى اللعيبه اللي خرجت ما استاذنتش. اكيد لو استاذن، اصل هي في تلك الحالتين خطا، لو استاذن يبقى ده ضعف من مجلس اداره الاهلي، وما ينفعش انه يطلع يتكلم او يعاقب كابتن سيد عبد الحفيظ. ما استاذنش دي حاجه ثانيه، يبقى كده هو لازم يبقى في عقوبات مغلظه طبعا على الكابتن سيد، لان ده راجل مسؤول في النادي وبيتكلم باسم النادي. بس خلي بالك اللعيبه بتروح على ان هو مش برنامج رامز، برنامج كرسي الاسئله مش رامز، هم بيفاجئوا برامز. دي الحقيقه، كرسي الحقيقه، لكن بيفاجئ انه يلاقي قدامه رامز. لكن لو هو عارف، لو النادي الاهلي او الزمالك او اللعيب عارف ان هو يروح مع رامز، عارف ان رامز بيعمل قلب في الناس كلها، فيستحيل ان هو يروح وهيهين نفسه بالاهانه اللي احنا بنشوفها دي. بص يا كابتن محمود، السوشيال ميديا ما خلاش حاجه. من شهر اثنين او من شهر من اواخر شهر واحد نزل على السوشيال ميديا ان طارق حامد وبن شرقي وعلي معلول راحوا صوروا مع رامز جلال في برنامج هيتصور في رمضان. عرفوا منين؟ في مصادر صحفية وفي ناس بتعمل سبق صحفي، كل واحد عنده حاجة حصرية كده عايز يطلعها، فنزلت. احنا كنا عارفين ان طارق حامد صور برنامج، بن شرقي صور، علي معلول صور، كهربا صور، احنا عارفين ان الناس دي ومقابل برضه المادي بتاعه، ومقابل مادي، مقابل بتاع رامز ده حلو قوي، يعني كانه عقد طبعاً. كانه عقد جاله. طب انت شايف الإدارة النادي الاهلي يعتبر اقوى ولا اداره نادي الزمالك بالنسبه لاي اجهزه فنيه ممكن تاخد القرار بشكل كبير؟ رغم ان انا اصلا يا جماعه عشان نكون احنا محايدين، احنا مصريين، انا بشجع منتخب مصر وليس مع الاهلي ولا الزمالك مع اي فريق، انا راجل محايد وبسال السؤال ده لكابتن محمود. شايف الاداره نادي الاهلي اداره ممكن تاخد قرار تعسفي ضد سيد عبد الحفيظ ولا لا؟ طبعا كابتن محمود الخطيب مجلس الاداره ياخدوا قرار ضد سيد عبد الحفيظ. هو ليه القرار لسه ما اتاخدش لغايه دلوقتي؟ يعني مش يعني المشكله في النادي الاهلي أو ايوه، ولا مستنيين الحلقه تطلع؟ لا، هم يشوفوا سيد هيتهنئ قد ايه الاول، وبعد كده كابتن خطيب يقعد مع العمري فاروق ويقولوا بقى ايه، طب هنعمل ايه، طب لا نشيل سيد ما يبقاش مدير الكوره، او مثلا ايه نخصم من سيد مبلغ ونرجعه تاني. بس رايك ايه يا كابتن ياسر؟
رايي حفاظا لماء الوجه بالنسبه لاداره النادي الاهلي لازم في قرار يتاخد مع الكابتن سيد اكيد بناء على ضغط السوشيال ميديا. جماهير النادي الاهلي مش هتسكت. كابتن ادم قول لي رايك ايه بموضوع رامز جلال، ولا انت متابع مش متابع؟ متابع. ايه رايك؟ هو بيهين اي حد بيهين اي حد. طب لو سيد ابو حفيظ طلع وشفته النادي الاهلي ممكن ياخد ايه مع سيد ابو حفيظ؟ زي ما الكابتن ياسر قال كده ممكن هياخدوا قرار. هياخدوا قرار ضد وقفه؟ هايل هايل. لا ما شاء الله عليك، الله اكبر، امسك الخشب. طب كابتن محمود انت شايف الفتره الجايه احنا بقى نخش بقى ايه حاجه كده بسيطه، ان ممكن غير الدوري بالنسبه للدرجه الاولى والممتاز يرجع، البرامج والناشئين ممكن الدوري بتاعهم يرجع ولا لا؟ طب مش احنا بس الاول نرجع الدوري الممتاز؟ لا احنا ممكن نرجع وممكن ما نرجعش، في شركات راعيه دافعه فلوس وفي سبونسر وكل حاجه دافعه وفي شركات راعيه وفي عقود لعيبه وفي عقود مدربين وفي مرتبات لعيبه. دي اول حاجه. انت عشان ترجع الناشئين يستحيل، ده انت مش عارف ترجع الدوري اللي هو فيه اهلي وزمالك وانبي ومقاولين. هترجع النشاط الرياضي بالنسبه لدوري منطقه القاهره او منطقه الجيزه او الصعيد او منطقه الفيوم؟ لا طبعا يا جماعه، النهارده عشان نشتغل كوره ونشتغل كوره صح، هات من فوق الاول. لو فوق تمام. النهارده عندك اقول لك حاجه حصري، اتفضل. في 18 نادي في الدوري الممتاز عاملين جروب، ال 18 نادي بيتكلموا مع بعض، في 12 رئيس نادي رافضين ان الدوري يرجع. معقوله؟ منهم الخمسه اللي تحت. هات الجدول كده هتلاقي فيه خمس انديه تحت، منهم مصر المقاصه، اف سي مصر، الجونه، ام بي، مش فاكر الفرقه الخمسه مين، دول رافضين ان الدوري يرجع. نادي الزمالك اقول لك برضو حاجه، ان نادي الزمالك ان المهندس الزراعي اللي هو مسؤول عن الملاعب في نادي الزمالك مات بكورونا من 3 ايام. انا ده اكيد طبعا الله يرحمه. تمام. وبالتالي في 2 عمال شغالين معاه او بعض العمال اللي شغالين معاه، المستشار مرتضى منصور قال لك لا ما فيش حد يرجع التمرين لان خايف ان ممكن يكون في اثار عدوى جوه الملعب، لازم اللاعب لازم يخاف على الملعب اصلا قفل وتم تعقيمه. طبعا ماشي، ما هو وقف الكوره اهو دلوقتي ماشي. ده واحد. وعندك 13 على 14، مين اللي عايز يرجع تاني؟ الاهلي؟ الاهلي كله بيقول لك الاهلي عايز ياخد الدوري، انا ما عنديش لائحه بتقول ان النادي الاهلي ياخد الدوري دلوقتي، ليه بقى؟ احنا ما عندناش لائحه بتقول ان في حاله الكوارث والغاء البطوله الاهلي ياخد الدوري، لان قبل كده اتلغى 5 بطولات، مين كان فيهم الدوري؟ طب يبقى كده نرجع بقى سنه موسم 2012 اللي حصل فيه مجزره بورسعيد، كان حرس الحدود هو المتصدر، يبقى حرس الحدود بطل دوري 2012. صح؟ صح. ارجع بقى طبعا نفس السؤال. في حين لو الغاء بطوله الدوري هذا الموسم، لو الاتحاد او اللجنه الخماسيه قررت الاهلي او مين ياخد البطوله وقال لك الاهلي، صح ولا مو صح؟ لا. ليه؟ لا، لان انت حصل قبل كده وتم الغاء الدوري زي ما الكابتن محمود قال، تم الغاء الدوري في سنه من السنين كان حرس الحدود متقدم والزمالك كان متقدم في ايام الثوره موسمين، الزمالك اتقدم موسمين والموسمين اتلغوا والحرس كان متقدم في موسم المجزره ما اتحسبش. فانت ما ينفعش ان انت انا متصدر الاهلي بكره انا متصدر، انت مش هتفصل قوانين، ما ينفعش ان انت لازم تعمل لائحه او قانون لازم تمشي على كل الانديه. خلاص طالما بدات بحاجه ان انت الموسم يتلغي خلاص يتلغي على الكل. فخلاص ما ينفعش السنه دي بقى ان انت ترجع تلغي الدوري، خلاص ابدا موسم من اول وجديد بنفس الموسم اللي بدا. الفرق اللي كانت موجوده ومفيش نزول ومفيش صعود. اكيد طبعا. عرفني يا كابتن ياسر في حاجه، معلش يا استاذ، اتفضل. في حاجه، في انديه في القسم الثاني والقسم الثالث صرفت كتير قوي عشان تصعد من الثالثه الممتاز به، وفي انديه من الممتاز به تصعد الدوري الممتاز برضه، دول متصدرين ومصرفين. طب كل الناس دي المفروض بقى تعمل مشاكل. ما احنا ما عندناش لائحه بتقول في حاله الكوارث ان احنا مين اللي يبقى هو. سيبك من فرنسا ان هي قالت باريس سان جيرمان بطل، وسيبك من البرتغال، لا دي ناس على طول. انت بتلعب النهارده ضرب نار النهارده كابتن، ضرب نار. انا بقول لك حقايق. ماشي. بروندي اللي هي بروندي عندها لائحه في حاله الكوارث مين يبقى بطل الدوري. أكيد. انت ما عندكش. ما عندناش للاسف الشديد. اضعف لجنه بتدير على مسؤوليتي الشخصيه الكوره في مصر دلوقتي هي اللجنه الخماسيه. بس كده. المفروض اول ما اول ما يجوا الكلام ده على مسؤوليتك الشخصيه، انا ماليش دعوه، انا راجل محايد. مسؤوليتي. لا انا بقول لك مع احترامي الشديد طبعا لصدر جنايني. انا ما قلتش اسمع حد، انا بقول لك اضعف اداره للكوره دلوقتي في مصر. طب مين رئيس اللجنه الخماسيه؟ مهندس عمرو الجنايني. طيب انت بتقول هو المهندس عمرو الجنايني جه قال يا جماعه دلوقتي انا جيت عملت لجنه خماسيه هعمل لائحه، ما هو ماشي على خطى اللي قبله المهندس هاني ابو ريده، ماشيين من ايام قرارات اللواء الدكتور حرب الله يرحمه. طب نطلع بقى الفقره الجايه وده مهم جدا، نقول صوره وتعليق. معانا مين يا استاذ سامح؟
طبعا سياده المستشار مدام منصور. ها فين؟ فين يا استاذ سامح؟ صوره وتعليق كابتن ياسر في دقيقتين. مستشار مرتضى منصور قدر يرجع نادي الزمالك لمكانته الطبيعيه. كان الاول صوت نادي الزمالك ضعيف شويه في مصر. عمل حاجات كتير، طور منشآت النادي بشكل كويس جدا. قدرنا دلوقتي نشوف نادي الزمالك بيجيب صفقات قويه جدا. ما كنتش بتلاقي الصفقات الكبيره اللي موجوده دلوقتي، بدليل ان صنعوا الفارق. بطولات كبيره ابتدت تخش النادي عن طريق الصفقات الجديده، وقادر ان هو يحمي نادي الزمالك ويتكلم باسم نادي الزمالك بشكل قوي جدا. راجل قانوني ما حدش يقدر يتكلم عليه. اكيد. كابتن ادم، ايه رايك في مستشار منصور؟ شارك بقى الراي معانا. هو رجع نادي الزمالك تاني. بس كده؟ رجع هيبه نادي الزمالك تاني. رجع اسم الزمالك تاني. رجع مدرسه الفن والهندسه. صوره وتعليق على مستشار منصور. مستشار مرتضى منصور طبعا ده رئيس نادي الزمالك. لا اقدر اقوله في كلمتين اتنين، ان هو جاب حق نادي الزمالك. واللي بعده يا استاذ سامح. طبعا مفجر القضيه كابتن جمال عبد الحميد، قضيه القرن اتكلم عليها من فتره والنهارده بيتم الجدل عليها. انا شايف ان الكابتن جمال عبد الحميد من الناس اللي ما خدتش حقها في الاعلام في مصر. الراجل ده لعيب كوره جامد جدا جدا. اللي يتفرج على ماتشات القديمه لنادي الزمالك، الراجل ده كان لعيب كوره، لعيب كوره ما شاء الله قوي جدا، لعيب مهاري، لعيب هداف، لعيب كوره بمعنى كلمه لعيب كوره، حاجه كده يعني بتمتع الناس. اتفرج يمكن الجيل دلوقتي، الناس اللي موجوده دلوقتي ما تعرفش مين كابتن جمال عبد الحميد، ودي كانت سقطه من سقطات النادي الاهلي انه يسيب قيمه بقيمه كابتن جمال عبد الحميد. فرق كتير جدا مع نادي الزمالك. انا شايف انه مش واخد حقه في مصر من ناحيه تدريب منتخبات فرق كبيره في مصر. بس بصراحه انا بحب الكابتن جمال عبد الحميد جدا جدا يعني. كابتن محمود. جمال عبد الحميد كابتن منتخب مصر كاس العالم 90، صاحب الرأس الذهبيه بعد الكابتن علي ابو جريشه. طب الصوره اللي بعديها بعد اذنك، مصطفى مراد فهمي صاحب صفقه القرن للنادي الاهلي. لا الاول الاول بقى هو كابتن ياسر. لا انا بقول رايك. انا شايف فعلا ان هو صاحب صفقه القرن فعلا زي ما الكابتن محمود بيقول. هل ترى وهو طلع وقال الكلام ده مع كابتن احمد شوبير. يعني انت شايف ان هو منحاز؟ طبعا هو كان الدرع القوي للنادي الاهلي، ايد النادي الاهلي. الراجل اهلاوي ويحسب على النادي الاهلي، وهو قال كده. مش الراجل ده اصلا موجود في الاتحاد الافريقي؟ بس هو قال انا اهلاوي ويحسب على النادي الاهلي. مصطفى مراد فهمي اهلاوي. طبعا يحسب على النادي الاهلي. جاي لك يا كابتن محمود. كان ذراع قوي جاي لك يا كابتن محمود الاتحاد الافريقي للنادي الاهلي. طب ايه رايك بقى؟ قول بقى، عاوز تعليق ناري لمصطفى مراد. زي ما قلت لك كده، صاحب صفقه القرن للنادي الاهلي مصطفى مراد فهمي، والمرحوم ابنه عمرو مصطفى مراد فهمي. طب انت، في ناس بيقولوا ان هل يا ترى ده منحاز للنادي الاهلي؟ الكلام ده صح؟ راجل عضو في النادي الاهلي، شغال في النادي الاهلي، كان ذراع قوي جدا للنادي الاهلي جوه الاتحاد الافريقي. احترم رايك. احترم رايي وبقول لك على مسؤوليتي الشخصيه. الصوره اللي بعدها شطه كابتن ياسر. كابتن شطه برضه يحسب على النادي الاهلي. وحاليا هو مدعم من ملف نادي الزمالك. مؤخرا. انت شايف ده موضوع حقيقي فعلا ان هو بيدعم؟ ماشي، بس مؤخرا. معرفش الدواخل ايه، لكن هو يحسب على النادي الاهلي. راجل المسؤول في الاتحاد الافريقي وطلع وقال الكلام ده، ان هو يحسب محسوب على النادي الاهلي. هو احد لعيب النادي الاهلي اصلا. هو احد لعيب النادي الاهلي. ماشي، بس كمسؤول في الاتحاد الافريقي ما ينفعش انه يقول كده. تحسب عليه كده؟ ممكن يكون شو بس اعلامي بيقول، يعني بيفكر الخطيب بيه ان انا موجود اهو ويشوف لاي حاجه. تمام. الصوره اللي بعدها كابتن عصام الحضري. السد العالي. السد العالي. انا شايف انه احسن حارس مرمى في تاريخ افريقيا، مش في مصر بس. قيمه كبيره جدا في كره القدم. عنده عزيمه وتحدي واصرار فوق الوصف. اللعيبه لازم تتعلم منه ازاي ان هو يبقى عنده الاصرار والعزيمه والتحدي ده. راجل وصل ل 43 سنه و44 سنه هو لسه بيلعب كوره. عنده كتير. ما كانش بيسمح ان هو يبقى رقم 2 ابدا في منتخب او في النادي الاهلي.
طبعا حتة هروبه من النادي الأهلي أو إن هو ساب النادي الأهلي في وقت ما، دي هو حاجة هو هيفضل يندم عليها طول حياته، وهو بيندم عليها وهو قال ده واعترف بده. ولكن يبقى قيمة عصام الحضري أزلية مدى طول التاريخ. كابتن آدم إيه رأيك؟ طبعا أنت عارف طبعا كابتن عصام. قول صورة وتعليق ليه. كابتن عصام حارس كبير كان بيبقى رقم واحد على طول في منتخب مصر. بس كده؟ مسدد العالي ولا لا؟ مسدد العالي. كابتن محمود أسطورة حراسة المرمى في مصر، صاحب أربع بطولات أمم أفريقيا مع منتخب مصر 98 و2006 و2008 و2010، السد العالي فعلا. واحد وصل لسن 44 سنة وكان بيلعب كورة. بس في حاجة بقى أقول لك عليها، عصام الحضري يعني لو ساندويتش زيادة ما بيرضاش شكله. معقولة؟ ما بيرضاش شكله. يعني هو دايما ماشي ببرنامج غذائي من أول ما بدأ يلعب كورة، وفعلا ده حقيقي. عشان كده محافظ على نفسه وعلى 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 صحته وعلى جسمه، وصل ل 44 سنه وبيلعب. وزي ما قال الكابتن ياسر ان هو فعلا كان ما بيحبش يبقى رقم 2 ابدا ابدا. تمام. طبعا خلصنا صوره التعليق. في حاجه مهمه جدا وحصري لبرنامج دون الاحتراف وبطوله موهبتك، طبعا في بروتوكول تعاون مشترك مع شركه ريزيت ايه؟ ريزيتوريا. لا 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 ريزيتوبيا ريزي. بالنسبه لتسويق اللاعبين ان شاء الله باذن الله هيكون في تعاون بيننا وبعض مشترك جدا جدا باذن الله تعالى. طبعا اطلق برنامج دنيا الاحتراف ومبادره مع مبادره موهبتك مع شركه مع احدى شركات مشروع لاكتشاف تسويق اللاعبين كره القدم. ومعانا على التليفون كابتن صلاح ونيس. مساء الخير يا ابو كباتن. انا كابتن محمد، مساء النور. احكي لي بقى عن المشروع بتاع بالنسبه لشركه ريزيتوبيا لو سمحت. اولا تحياتي لحضرتك وتحياتي لكابتن محمود وكابتن ياسر وكابتن ادم ضيوفك الكرام. تمام. ان شاء الله باذن الله يكون ربنا يكرمنا ويكون في عوده نشاط رياضي ان شاء الله بعد العيد باذن الله. تمام. احنا المشروع ده اطلقناه بالتعاون بين البرنامج وشركه ريزيتوبيا ومبادره موهبتك لتسويق واكتشاف المواهب في كره القدم بالنسبه للبراعم والناشئين. المشروع بيعتمد على ثلاث حاجات مهمين. اول حاجه فيهم ان احنا بنكون ظهر للاعب الموهوب. اي لاعب موهوب هنبتدي نسوقه من خلال ندله على الانديه المتميزه اللي موجوده في مصر، من ناحيه ان يكون الولد موهوب بدون مقابل. يعني الموهبه لوحدها هي بس اللي هتكون الموهبه وسطتك. اما الجزئيه الثانيه بالنسبه للانديه الاستثماريه، هيكون في تسويق للاعبين برضو بدون مقابل. هندل الولد على الانديه الاستثماريه المتميزه والكويسه واللي ما فيهاش اي مشاكل، وهنكون سند للولد خلال الموسم كامل. هنغطيه تغطيه اعلاميه وهنعمل له اخباره كلها بنتابعه، وهنتابع تسجيله في الاتحاد المصري لكره القدم، وكمان هنكون معاه في اي مشكله تحصل له في النادي خلال الموسم. المشروع طبعا بالتعاون ما بين برنامج دنيا الاحتراف ومبادره موهبتك لاكتشاف المواهب وشركه ريزيتوبيا. احنا اعلنا على الثلاث صفحات الرسميه للشركات المشاركه في البرنامج على شروط الاشتراك في البرنامج والاستماره. طب في لينك ولا حاجه ممكن يظهر على الشاشه لو سمحت يا استاذ سامح؟ لينك والصفحه بعد اذنك عشان لو في لعيبه عاوزه تشترك. في بعد اذنك يا استاذ سامح نزلها تاني لو سمحت. في لينك موجود على الثلاث صفحات، صفحه برنامج دنيا الاحتراف وصفحه موهبتك وصفحه شركه ريزيتوبيا. اللينك ده فيه بيانات اللاعب، هيسجل اللاعب هيدخل يفتح اللينك هيسجل بياناته بالنسبه لاسم اللاعب وعنوانه وتاريخ ميلاده ومركزه في الملعب. تمام. بعد كده بعد ما نجمع الداتا دي ان شاء الله يكون في تواصل بيننا وبين اللاعبين، على اساس ان احنا ان شاء الله هنعمل فترات معايشه وفترات وندل اللعيبه على الاختبارات المتاحه في الانديه، وكمان سواء الانديه اللي بدون مقابل او الانديه الاستثماريه اللي بمقابل مادي. كابتن صلاح وانت بتتكلم حاليا، انت بتتكلم حاليا والصفحات بالنسبه للتواصل موجوده على الشاشه دلوقتي، واللينك اللي عاوز يخش بالنسبه لريزيتوبيا، عاوز يخش على موهبتك وعاوز يخش على برنامج دون الاحتراف، في لينك موجود لاي حد عاوز يسجل. الكلام ده تمام. موجود من امتى ويبدا امتى بالفعل؟ احنا في البرنامج اطلقنا اكتر من مبادره، منها مبادره احنا في ظهرك الخاصه باللاعبين واولياء الامور، ان احنا مش عايزين يكون اللاعب وولي الامر فريسه سهله في ايد المستثمر او في ايد الـ زي ما بيقولوا كده السمسار كرة القدم، اللي هو بياخد اللعيبة للأندية ويوديها أندية وبياخد مبالغ كبيرة جدا، وفي الآخر الولد بيلاقي نفسه مش مسجل في اتحاد الكورة أو مسجل في النادي اللي هو دفع فيه فلوس. فإحنا كبرنامج إحنا بنقول إن إحنا نودي الولد ده بدون مقابل للنادي
سواء نادي استثماري او نادي او نادي بدون في الاختبارات بدون مقابل، وفي نفس الوقت احنا بنضمن له ان هو يتسجل في النادي اللي احنا هنوديه ليه. وده طبعا احنا يعني المبادره دي اللي احنا عاملينها والمشروع ده خدمه لاولياء الامور اكتر واللاعبين اكتر، لان احنا الفتره اللي فاتت في المجال الرياضي للاسف ناس كتيره جدا 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 دخلوا بيستثمروا فلوسهم بالهم الاساسي ليهم ان هو يكون في سبوبه ماليه بس بيكسبها، وما فيش اهتمام لا بالبراعم ولا بالناشئين ولا بتسجيل اللاعبين. تلاقي الفريق مثلا 30 لعيب هو جايب 60 و70 لعيب، وفي الاخر خالص في اخر السنه الولد بيروح هو ولي امره ما بيلاقيش اسمه موجود على سيستم الاتحاد. فالمشاكل دي كلها احنا حطيناها في المشروع بحيث ان احنا نقدر نتفاداها في تسويق اللاعبين في الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. واتمنى المبادره دي تحقق نتائج كويسه. الاشتراك من امتى يا فندم عشان بس الناس يكونوا عارفين يخشوا على الصفحات ويقدموا امتى؟ احنا اطلقنا البرنامج النهارده. الحقيقه احنا كنا بنفكر ان احنا نخلي البرنامج اللي بعد العيد بعد اتضاح الرؤيه وعوده النشاط الرياضي، لكن احنا قلنا ان احنا ان شاء الله هنجتهد ونحاول نطلق البرنامج في الايام دي ونجتهد عشان ان شاء الله لو في رجوع للنشاط الرياضي نكون احنا مستعدين ان احنا نكون اتفقنا مع كل الانديه، لان احنا في شق ثاني في المشروع اللي هو التواصل مع المستثمرين والتواصل مع الانديه بحيث ان احنا نقدر نوفر للاعبين انديه موجوده كويسه نقدر نتعاقد معاهم خلال الفتره الجايه ان احنا نودي اللاعبين الخاصين بالمشروع نوديهم الانديه ونسواهم ان شاء الله، ويكون في باذن الله يعني فرد المواهب الكويسه ويكون في اهتمام بقطاع الناشئين والبراعم باذن الله. طبعا شكرا كابتن صلاح، واتمنى يكون مشروع يحقق بالنسبه لي حق بالنسبه للاعب وايضا بالنسبه للمدربين ان شاء الله باذن الله والشركات اللي ان شاء الله لتسويق اللاعبين. شكرا كابتن صلاح وكل سنه وحضرتك طيب. طبعا كابتن ياسر ايه رايك في المشروع بشكل كبير ان احنا شايفينه حاجه كويسه دي. جدا ومبادره كويسه جدا بشكرهم عليها، هتساعد كتير ولادنا وهتساعد اولياء الامور، لان الموضوع كان ابتدى يبقى سخيف قوي حته الاستثمار في الكوره والاستثمار في اللعيبه، فمبادره كويسه بشكرهم عليها ونتمنى ان شاء الله تستمر. ايه الرساله توجهها بقى لكل الناس اللي بتشوفك دلوقتي حاليا؟ بشكر كل الناس، بشكر اهلي طبعا اهل الفيوم، وبقول لهم بتمنى ان شاء الله ان بلدي تكون احسن بلد في الدنيا، واتمنى ان النشاط يرجع تاني بشكل كامل بالاجراءات الاحترازيه طبعا، نتمنى سلامه ولادنا وسلامه كل الناس وان شاء الله خير باذن الله. خير باذن الله. كابتن ادم ايه الرساله توجهها لمين؟ لاهلك وناسك وحبايبك. اشكرهم بس كده؟ لا اشكرهم عشان هم ودوني كابتن ياسر، واشكر بابا هو اول واحد لعبني كوره. ماشي كابتن محمود بقى قول لي بقى كلمتين بقى حلوين. هو المشروع اللي عمله كابتن صلاح ده مشروع محترم، انا واحد من الناس اتمنى ان انا اتعامل معاه وفعلا يجيب لي لعيب سوبر ان انا فعلا ايده عندي من غير ما اخد منه مقابل مادي على اساس ان انا في خلال الموسم ده هيجي لي عرض بقى من اهلي زمالك انبي مقاولين واودي اللعيب، يبقى دي حاجه كويسه جدا جدا لو كابتن صلاح فعلا اللعيب اللي هيجيبه لعيب سوبر. اكيد. وبعدين الرساله بقى حاجه صغيره على فكره، مش اي لعيب بيدفع فلوس معنى كده ان هو لعيب وحش، لا تمام. النهارده لو انت رحت اهلي زمالك انبي مقاولين، انا عندي فرقتي مواليد 97 او 99 او 2000، عندي 30 لعيب دول مع بعض بقالهم 5 سنين، فصعب جدا ان انا ادخل عليهم عنصر جديد. اكيد طبعا. شكرا كابتن محمود نورتنا وشرفتنا. رسالتي لسه. قول رسالتك. الرساله بتاعتي طبعا انا طبعا بوجه رساله شكر طبعا لزوجتي واولادي وبناتي، تعبوا معايا كتير وهم سبب رئيسي في اللي انا وصلت له، فبقول لهم كل سنه طيبين. بس كده؟ طبعا زوجتي وبناتي دول اهم حاجه في الدنيا. طيب يا جماعه طبعا نورتنا وشرفتنا كابتن محمود، نورتنا وشرفتنا كابتن ياسر، نورتنا وشرفتنا كابتن ادم، وكل عام وانتم بخير يا جماعه ورمضان كريم، خلاص كلها ايام بسيطه ونودع شهر كريم وكل عام وانتم بخير، ان شاء الله باذن الله انتظرونا الموسم الجديد هيكون موسم باذن الله قوي جدا مع دنيا الاحتراف وموهبتك ومع احدث شركات للتسويق ان شاء الله باذن الله زي ما كابتن صلاح ما قال، نلتقي على خير ان شاء الله باذن الله بعد العيد، الى اللقاء. شكرا لجو ميديا، شكرا لمحمد رمضان، شكرا لمحمد ملكي وكل القائمين على الصحه والجمال، تحياتي ليكم.